عادة مشاهدينا في بداية كل فقرة نعطي مقدمة عن ضيوفنا، لكن اليوم سي في للضيوف الموجودين معي بحد ذاته مقدمة. فرحبوا معي بالدكتور عبد الواحد الخلفان، عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حياك الله دكتور. الله يرحمه. وأيضا الأستاذ بشار ناصر عثمان، أستاذ كلية الدراسات التجارية وأمين صندوق الجمعية الكويتية لجودة التعليم، حياك الله. الله يرحمه. وأيضا الأستاذ منى اللوغاني، الخبير والمستشار التربوي ووكيل مساعد بوزارة التربية سابقا، حياكم الله. الله يحييكم. أنا في البداية أنا جدا سعيد بأن أنا اليوم أكون مذيع هذه الحلقة بتواجدكم، وهذه إضافة في سي في البسيط والمدة قصيرة اللي أنا قاعد أعمل في هذا المجال، لكن جدا سعيد بتواجدكم. الله يحفظك. وأنا بنبدي الموضوع بشكل يعني اللي تكلمنا فيه بالبداية، شلون تشوفون اليوم واقع التعليم في الكويت؟ ونبدي معك أستاذ. والله يعني بالنسبة يعني هذا السؤال التردد وكل من يحاور فيه، أنا بالنسبة لي لخبرتي التربوية السابقة بوزارة التربية وبالواقع اللي أشوفه الحين، في كثير من الأشياء أثرت على التعليم قد يكون نتيجتها إحنا نراها بواقع مؤلم، يعني ما هي النتائج أو المستويات اللي إحنا ودنا يكون فيها التعليم في دولة الكويت، ولها أسباب كثيرة. وإحنا يمكن نرجع إلى عشان ليش تقولون إن التعليم مو يعني مستوى جيد، خلنا نرجع إلى تشخيص التعليم. يعني خلي هناك في دراسات شخصت التعليم في الكويت، أنا حسب ما قريت أن مركز تطوير التعليم عنده في سنة 2013 دراسة تشخص واقع التعليم وشني المثالب ونقاط الضعف في التعليم، هاي نقطة. الاختبارات الدولية اللي كل سنة تطلع لنا في التنافسية الدولية قاعدة تعطينا مؤشرات كل سنة الكويت قاعدة تنزل. طبعا هاي أسبابها كثيرة ومؤثراتها كثيرة، لكن الواقع اللي إحنا فيه ما هو الواقع اللي إحنا ونأمل أن يكون فيه. إحنا يعني نأمل أن يكون الأفضل، نوصل إلى مستويات أفضل. صحيح. ونتقدم أفضل. بس يعني هو الكل يطمح للأفضل، لكن هل نعم. الواقع يعني الواقع متقبل الواقع التعليم ولا لا؟ إحنا في 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 لا إحنا نحتاج إلى تعديل وتطوير وبعدين التعليم في نقطة أنه هو ما تلقى ثمار التغيير منه بسرعة. صحيح. تحتاج وقت طويل. لكن إذا كانت البدايات يعني فيها مساوئ وفيها ضعف، لازم نراجع البدايات. حلو، ممتاز. إذن هذا بالنسبة لك بواقع التعليم بالكويت. بالنسبة لك دكتور. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وشكرا على الاستضافة الكريمة وطرح هذا الموضوع. موضوع التعليم في الحقيقة موضوع محوري يجب أن يكون همنا الأكبر التعليم. لا يوجد دولة في العالم اليوم ما تهتم بالتعليم. أي دولة عندها طموح أن ترتقي في سلم التقدم والازدهار وهذا تهتم بالتعليم. أما إذا أنت يعني أهملت التعليم بلا أدنى شك، يعني بكل تأكيد أنك ستتراجع في كل مناحي. إحنا عندنا في الجانب الاقتصادي، في الجانب التنموي، في الجانب الاجتماعي، في الجميع الاقتصادي، في جميع. إذا تعليمك كان سيء، إذا مستويات التعليم في تراجع، إذا هذا ينعكس على كل الزوايا والقضايا الأخرى والملفات الأخرى. بكل تأكيد باتفاق الجميع، وليس هناك محل اختلاف. يمكن نختلف على بعض القضايا، لكن قضية التعليم الكل متفق أن الكويت بأسوأ مراحلها التعليمية الآن، سواء على المستوى نعم التعليم العام أو التعليم الجامعي. يعني أنت تأخذها من أي زاوية، تعليم في تراجع، الملف يعني مثقل في المشاكل، في التراجعات، في النقاط السلبية. هناك ملف التعليم العام يعني يحمل بين ثناياه كثير من الأخطاء. إذا نقللها نقول أخطاء، إذا ما نقول يعني نعطيها كلمة أكبر من الأخطاء. فإذا التعليم سيء وينحدر. المشكلة لو كان سيء ويظل في مكان في تراجع، يعني أنت كل سنة قاعد تحس أن أنت تأتي المستويات العالمية وتشوف جودة التعليم تراجعت في الكويت. اليوم إحنا مستوى جودة التعليم يمكن أسوأ من دول في أفريقيا، اللي مع العلم أن ميزانية المرصودة للتعليم في الكويت ميزانية ضخمة جدا. يعني ليس المشكلة في المال ولا في المستويات المدارس ولا التكنولوجيا، ولكن أكيد أكو أسباب ثانية إدارية وتعليمية وإلى آخره. الآن مو إحنا قاعد نناقش الأسباب، ولكن نتفق أن أمام أزمة خطيرة في التعليم.
يعني احنا اذا نبي خلينا نقول نوضح الجزئيه، اليوم احنا في كل سنه قاعد نتراجع في كل مستويات الدوليه، مستوى احنا قاعد نتراجع، المؤشرات الدوليه تراجع، المستويات المحليه قاعد نتراجع، الاساتذه الجامعات يعرفون مستويات الطالب الخريجين قاعد يجون من الثانويه العامه مستوى قاعد يهبط، يعني مستويات منحدره، هاي كلها مؤشرات تعطينا يعني واضحه، ما فيها مجال للبس او الشك بان التعليم في تراجع كبير. لماذا هذا؟ أما على قضية التقارير، هناك تقارير كثيرة صح. حتى يوم من الأيام الدولة جابت كان رئيس الوزراء السابق توني بلير وعنده مكتب استشاري صح. ومن ضمن الأشياء اللي تكلم عنها وغيرها تقارير كثيرة ترى يعني ما أكثر التقارير اللي كتبت عن التعليم والتراجع في الكويت صح. لكن من يقرأ؟ تأخذ التقارير وتحفظ بالأدراج وهي يعني أهل الاختصاص مو قاعد يقرون دكتور اليوم قاعد يتابع يعني ملف التعليم، ملف التعليم فعلا مثقل. يعني شيء محزن ان الاهم يعني ركائز الدوله اللي هو التعليم، نشوف اليوم هذه المعلومات من اهل الاختصاص ان احنا في تراجع، لكن استاذ بشار رايك بهذا الموضوع؟ يمكن عندك جانب ايجابي. حقيقه يعني نشكركم اول شيء على الاستضافه لهذا الموضوع الحيوي والمهم. التعليم هو يعني هو اساس بناء الانسان صحيح. واليوم للأسف يعني مثل ما تفضل زميلي دكتور عبد الواحد إن اليوم إحنا نمر في أسوأ مراحلنا كدولة يعني في المستوى التعليمي، سواء على المستوى التعليم العام أو على المستوى التعليم العالي كما تفضل دكتور. وهناك المؤشرات والأدلة على ذلك عديدة. يعني اليوم لو نقيس، لو نسرد لك يعني بعض الأرقام المؤشرات كلها في تراجع. اليوم البيرز الاختبار القدرات للطالب اللي بالرابع ابتدائي والصف السادس اللي كان في عام 2011 كان 46 من 49، اليوم 47 من 50 دولة. احنا رقم 47 47 47 يعني احنا المركز 47 من اصل 50 دوله مشاركه، من اصل واحد الافضل احنا 47 هذا نعم. احنا في مرتبه 47 كما تفضل دكتور كما تفضل دكتور. احنا تعليمنا الان يقارن في التعليم بافريقيا، بل هناك دول في افريقيا تجاوزتنا بمراحل تمام. اذا اليوم التعليم يعني متدهور تماما. اليوم الطالب اذا تخرج طالب من الثانوي ولا يستطيع صياغه جمله مفيده، فكيف هذا عدى كل المراحل من الابتدائي الى المتوسط الى الثانوي وتخرج من الثانوي ووصل لعندي الطالب، انا ادرس في الكليه، وصل لعندي الطالب لا يستطيع صياغه جمله واحده مفيده، لا يستطيع الكتابه بشكل صحيح. انا ما اقول يعني لا يكون في اخطاء صحيح، ولكن احنا نقول ما في جمله يستطيع صياغتها جمله مفيده. الطالب لا يعرف، تساله واحد تقسيم خمسه يقول لك ما يصير، واحد تقسيم خمسه صفر، واحد تقسيم خمسه واحد. اذا يعني مؤشرات، احنا اليوم مؤشرات، واحنا اليوم نتكلم عن موضوع التنميه وعن موضوع الـ يعني كويت 35 2035. اذا كنا راح نمشي بهذه الطريقه، انا ارى ان يعني احنا كويت 35 يعني الله اعلم وين راح نصير. يعني بعدين كويت 35 ما كلها 15 سنه يعني، فمثل ما ذكرت 15 سنه استراتيجيه تحتاج تبني جيل كامل صحيح. يعني بالضبط. بناء جيل كامل اذا مشينا على نفس هذا المسار اللي احنا فيه حاليا، احنا كنا افضل من حالنا اليوم قبل مثلا 10 سنوات او 15 سنه. فاذا مشينا على نفس هذا المسار الله اعلم وين راح نتجه. يعني رايكم الاولي في مستوى التعليم بالكويت؟ يعني انا متاكد ان اولياء الامور اليوم قاعد يتابعون وعيالهم بالمدارس راح يكونون في حاله صدمه، لان بالنهايه انتم اهل الاختصاص وعندكم المعلومات الدقيقه، وهم ينظرون الموضوع يمكن بطريقه منشاه ومدرسه وصبغ طوفه وطاوله وكرسي، يمكن ما يشوفونها بنظرتكم. لكن يعني اليوم استاذه منى، هل احنا نقول اليوم نوضحها بشكل معلن بان احنا في ازمه تعليم بالكويت؟ هناك لا. ازمه ولا هذه كلمه مبالغ فيها؟ احنا في بعض خلينا نقول الاخطاء اللي في استراتيجيه التعليم. لا في ازمه، في ازمه، لان التعليم هو يحتاج الى استراتيجيه طويله المدى وخطط تنفيذيه متوسطه وقصيره. فإذا أنت ما بنيت الاستراتيجيات صح وخططك التنموية، لأنك أنت راح تخدم التعليم مثل الفرشة، مثل الشيرة تغذي فروعها كل مؤسسات الدولة صحيح.
وكل خريجين ومخرجات التعليم العام اللي تدخل في التعليم العالي بكل فروعه هي الأساس، يعني اللي راح تطلع لك، اللي راح تخدم المخرجات، راح تخدم الدولة في كل مجال من المجالات. صحيح. فإذا كان التأسيس عنده أزمة والتعليم العام فيه أزمة، فكل المخرجات راح تكون ضعيفة. تكون ضعيفة. نعم. يعني دكتور عبد الواحد، أستاذ منى تقول إن في أزمة اليوم في مستوى التعليم الكويت، فهل هذا سبب في تخبط الأنظمة التدريسية يعني اليوم؟ يعني إحنا الأزمة وين بتوصل بهالموضوع هذا؟ شوف خلونا، إحنا ما مواقع حقيقي الآن. ما هو العلاج؟ يعني الآن أسباب متعددة، أسباب تغير الأنظمة التعليمية بشكل كبير. وإحنا يعني كده راح نتكلم يمكن عن الحلول، لكن ودنا نعرف تغير الأنظمة التدريسية. هو المشكلة عدم، يعني أنت في النظام التعليمي لا تغير كل نظام كل سنة، يعني أنت تجرب كل نظام كل سنة. صحيح. يوم تستخدم منهج الكفايات، يوم كان يستخدمون منهج التدريس السابق اللي قبل الكفايات، هذا مو يمكن منهج الأهداف. الأهداف كان أنت غيرت كذا منهج وكذا طريقة بشكل سريع بدون إعداد، بدون خطة، بدون دراسة تطبيقية. نعم. المعلمين يتأهلون على هذه الأنظمة الجديدة. هذا ولا هل يعني هل المعلمين هم على يعني تنظيم سابق، بدراية كافية، بوعي كافي، بتأهيل كافي؟ صح. لهذه الأنظمة. هل هذه الأنظمة التعليمية اللي قررت مثلا يجتمع مجلس الوكلاء ويقررون نظام تعليمي جديد أو منهج جديد؟صح. أو طريقة جديدة أو أسلوب جديد، زين هذا بناء على شنو؟ بناء على دراسة واحدة؟ هل هذه الدراسة يعني كانت دراسة مستفيضة؟ عرفت نتائجها أو ماذا ستنتج؟ أو بس هي مجرد أنه والله نبي نغير والسنة الجاية يعني راح نغير نظام جديد ونغير، ثم بعدين يتبين لنا بعد ما نطبقه بشكل خاطئ، بدون تأهيل، بدون تدريب. صحيح. حق المعلمين، بدون استعداد نفسي، بدون تقبل، بدون إلى مشاكل كثير. هذه أحد القضايا، مو بس يعني تغيير المناهج، هي جزء بس من الأجزاء. هذا جزء. هو يعني شوف، يعني إحنا لما نشخص قضية التعليم مو قضية تستطيع أن تتكلم فيها في دقائق وتسبر أغوارها وتطلع عسب. ملف شائك. صحيح. يدخل بين الإدارات، الإدارة التربوية في المدارس، في المناطق التعليمية، في النظام التعليمي، في المناهج، في المدرسين، في يعني هو نظام متكامل. صحيح. في جزئيات كثيرة يجب أن تتكامل. أنا أعتقد الشغلة الأساسية أو المشكلة الأساسية في النظام التعليمي ليس هناك خطة استراتيجية مبنية على رؤية علمية متكاملة عشان تبين خلال سنوات. في تخبط. يعني اليوم ليس هناك، ما نملك خطة استراتيجية اليوم. أنا أعتقد، أنا بل أكاد أجزم من التخبط اللي لو ناخذ على الأقل 7-10 سنوات الماضية اللي تدهور التعليم، أن ليس هناك خطط واضحة استراتيجية. تغير الوزراء، تغير، أنت تعرف كل وزير له طريقة في الإدارة. بالضبط. خلال السنة الماضية، خلال 4 سنوات كم وزير تربية يعني؟ صح. خلال 3-4 سنوات دكتور بدر العيسى، دكتور محمد الفارس، الحين الدكتور حامد العازمية، كل وزير له أسلوب ولا نظرة ولا طريقة في الإدارة. هم تغير المستمر. أنت تبي ثبات، تبي وزيري عنده استراتيجية، عنده استراتيجية، ياخذ فرصة الاستراتيجية لتطبيقها، لتنظيمها. وأعتقد أحد قضايا مهمة جدا أنا أعتقد وأنا أؤمن فيها، أن المناصب اللي توضع، هذا مو مشكلة وزارة التربية ترى، هذا مشكلة الدولة كلها باختيار أن شخص، اختيارات الكفاءات والمسؤولين عن النظام التعليمي أو النظام الاقتصادي في كل الأنظمة بالدولة، في التعيينات بشكل عام أتكلم. مناصب، أحد أسباب تراجعنا بالكويت في جميع المستويات هي التعيينات المبنية على المحاصصات. راح نتكلم عن هذه الجزئيه. هذه المشكله الاساسيه. انت لما تجي مدير التربية، منطقه تعليميه، مو مدرس ولا يوم في حياته، ولا يوم كان رئيس. صحيح. قسم، ولا يوم كان مثلا على سبيل. صحيح. المثال مدير مدرسه او مدير ثاني كان يعني بالجانب الاداري وما كان في الجانب التعليمي، فما لامس خلينا نقول او ما مارس هذه بالضبط. هذه يعني انت تبي، عندنا مشكله. راح نتكلم عن هذه النقطه دكتور عبد الواحد عفوا. لكن استاذ بشار، اليوم نشوف بان قبل سنه الجمعيه الكويتيه لجوده التعليم قدمت ندوه، في كلمة عن هذه الندوه وليش كانت بهذه الصوره وبهذه النظره. الندوة اللي قامتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم شهر فبراير عام 2017
واستضفنا فيها النائب الفاضل الدكتور خليل أبل والأستاذ محمد السداح صاحب مدرسة الإنجليزية والدكتورة نورية العوضي مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وكان عنوان الندوة هو التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد. صحيح. و يعني حقيقة احنا طبعا احنا كل فترة وفترة نسوي يعني نسوي ندوة ونطرح المشاكل الموجودة على الساحة فيما يتعلق على التعليم. وطبعا في حينها احنا تطرقنا الى العديد من الامور اللي هي تتعلق في التعليم العالي، تعلق فيه الجهاز وأداء الجهاز الوطني وأهمية طبعا الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتطرقنا إلى نسبة تسرب الطلبة من خارج الكويت، تطرقنا إلى العديد من الأمور. طبعا هذه يعني احنا يعني تناول جزئية معينة من يعني جزئية من خلينا نقول هل هناك نظرة يعني خلينا نقول او رؤية بهذا المستوى التعليمي في الكويت، او كانت نظرة سلبية او نظرة إيجابية؟ هل كانت في مخرجات في حلول معينة؟ احنا عندنا بعض طبعا عندنا لدينا حلول. احد الحلول اللي هي يجب ان يكون اللي هو مؤسسة تعمل كالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي تكون مستقلة تماما، لا تتبع الى اي جهة اخرى، مثلا لا تتبع الى التعليم العالي يعني كوزارة، لان اليوم انت اذا يعني اذا ما كان هذا ولديها سلطة تفتيش ولديها اليوم يعني احنا لما نطرح هذه الندوات طبعا لدينا اكاديميين يعملون. صح. في التعليم العالي وهم شهادات مهمية، هذا يعني ما هو الان ما هو سر، هناك شهادات وهميه تقوم اصحاب شهادات وهميه يقومون في تدريس ابنائنا الطلبه، وهذا طبعا مصيبه ثانيه راح اكيد يعني هذه من مصائب اللي احنا نطرحها يعني كجمعيه. صحيح. احنا كجمعيه من الاشياء اللي نطرحها، فاحنا كجمعيه لدينا قدمنا دراسه وقانون متكامل بحيث انه يكون هيئة مستقلة لديها حتى أداة التفتيش وعندها سلطة اللي خلينا نقول لقياس مستوى الجودة. نعم، لقياس مستوى الجودة ولديها أيضا سلطة تفتيش أكاديمي. يعني اليوم يعني ما يخالف اليوم احنا لدينا خلل في تطبيق حتى ما هو موجود حاليا اللي هو الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. حاليا هناك خلاف ما بين مثلا تطبيق من اللي يعتمد البرامج، وخلاف بين منو منو بالضبط، بين مجلس الجامعات الخاصه. في هو مو خلاف يعني خلاف على من لديه الصلاحيه. صحيح. تمام، هل مجلس الجامعات الخاصه هو المعني في اعتماد برامج الجامعات الخاصه؟ احنا اليوم عندنا اكثر من 12 جامعه خاصه. صحيح. في الكويت. صحيح. يجب أن ترتب، يجب أن يكون لها هيئة تتابع البرامج اللي تقدم في هذه الجامعات. صحيح. ولا إحنا ترى الجامعات فيها هذه أكثر من 30,000 طالب. هذه بحد ذاتها جزئية، طلبة جامعات خاصة لما يشتكون لما عندهم بعض خلينا نقول الأمور في 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 مستوى التدريس أو آلية التدريس ما يلقون الحل أو من يسمعهم بطريقة كافية ووافية. راح نتكلم عن جزئيات أخرى حول هذا الموضوع، لكن نطلع هذا الفاصل معاكم مشاهدينا وراجعين. مشاهدينا بهذه الفقرة راح نتكلم أكثر عن موضوع البطالة ومدى تأثير هذا الموضوع اليوم على الشباب وكيفية إذا كانت هناك حلول على اللي ذكره ضيوفنا من خلال الاستراتيجية الغير واضحة في مستوى التعليمي بالكويت. أستاذة منى، البطالة والشباب اليوم قاعد يعانون، شو السبب كل هذا اللي يأثر اليوم؟ أقول لك السبب إن الطالب لما يكون في طبعا إحنا المخرجات للتعليم العام تروح إلى التعليم العالي. صحيح. خلنا نبتدي من الأساس. الأساس وين؟ لما يدخل الطالب المرحلة الثانوية، المفروض أن كل طالب لما يكون مثلا إحنا السلم التعليمي تغير، صار إحنا عندنا 5 4 3، زين لما يوصل الصف الثامن اللي هو يعادل الصف الرابع متوسط قبل نسميه، والصف التاسع اللي هو يعادل الصف العاشر، هني الطالب لما يبي يروح المرحلة الثانوية مو عارف، يعني أنا في أحد الدول الخليجية مو عارف شنو بالضبط، مو عارف وين يروح، علمي ولا أدبي،
ما عنده هدف. الطالب نفسه ما عنده في بعض الطلبات تقول يقول ما أدري وين أروح، ما أدري وين أشتغل، لأنه مو قاعد يخطط حق مستقبله، مو قاعد، ما في هناك توجيه داخل المدارس. يعني في أحد الدول الخليجية عندهم توجيه الأكاديمي للطلبة من نهاية المرحلة المتوسطة، بحيث إنه يوجه الطالب، يعمل له مقاييس ميول مهارات ويستكشف له ويعمل له خريطة طريق، ما يعني عشان يحدد التخصص علشان يعرف طريقه أدبي ولا علمي. إيه من المرحلة الثانوية. ممتاز. خلاص الحين وراح المرحلة الثانوية وهذا معروف كل الطلبة، يا أدور الأسهل إذا يبي الأسهل أو يدور ربعه، هم الحسبة إذا إيه؟ يحب رياضيات يروح علمي وإذا يحب استماعيات أو اللي يحبه إيه؟ يعني ما في مقياس واضح ما في صح. غير هذا أصلاً الطالب ما عنده فكرة شنو الدولة تحتاج، شنو ما عندك في مستقبلك من المهن. مثل ما نشوف الحين كل الدنيا صارت محامين، كم المحامين عددهم بالدولة؟ يعني أنت الحين مثلاً أضرب لك مثال من التربية، رياض الأطفال 200% كويتية زيادات 200%، ليش؟ يعني قاعدين يعني أكثر من 4 معلمات بفصل واحد. لما يخلص المرحلة الثانوية، الحين أنت بالمرحلة الثانوية ما في تنويع بالتعليم الثانوي، لا عنده تعليم يعني فني ولا مثلا تعليم تجاري ولا تعليم تقني ولا تعليم. وما كان في تجاري قبل وشالوه. مو انت عندك مشاريع تنمويه كبيره، عندك مثلا خلنا نضرب المثال الحين عندنا مستشفيات مثل مستشفى جابر، هذا كم الطاقم اللي راح يخدم فيه؟ صح، بالالاف المؤلفه. صحيح. صيدلي، فني اشعه، ممرضين، دكاتره، ممرضين، اداريين. صحيح. هذا الكم لو يتاهل من الطلبه، يعني من كم سنه مخطط له؟ صح، الخطه التنمويه من كم سنه؟ سنوات. لو انا جايه قبل هالسنوات كلها وراجعه ومخططه من هذيك السنين، يعني خلي اقول 10 سنين، انا عندي بعد 10 سنين كم مشروع تنموي راح يطلع بهالضخامه ومحتاج، فأهلهم على حسب التخصصات، فادخل طلبتي لا واحط لهم، احط حق الطلبه، ما راح اجبر الطلبه يدخلون اشياء ما يحبونها او ما توافق مع ميولهم، لكن احط لهم خطة. الوظائف المتاحه لكم بعد التخرج. عندك انت عدد الوظائف المتاحه، انت تحب التخصص بهالوظيفه يعني بهالاتجاه العلمي راح تطلع وتلقى وظيفه بهالاتجاه. لكن حتى اشوف زيادات بالمكاتب فوق، يعني اذا كانت موظفه او المكتب يحتاج موظفين في 10، حتى وصلوا لدرجه ما في مكاتب ولا مكان. يعني استاذ منى نقدر نقول بان اليوم ما في خطه واضحه لتخصصات للطلبه تاهلهم لوظيفه مناسبه. دكتور عبد الواحد، اليوم هل البطاله منطقيه ولا ما هي منطقيه؟ شوف خل اقول لك شغله، البطاله، تعريف البطالة هي أن هناك أشخاص يبحثون عن عمل ولا يجدون فرصة العمل. صحيح. باختصار يعني very simple، يعني تعريف بسيط، أن عندك ناس خريجين، ناس يبحثون عن العمل سواء في القطاع العام، القطاع الحكومي، القطاع الخاص، يبحث عن عمل. صح. ولكن لا يجد فرصة العمل. زين، في الدول شنو يسوون؟ يحطون مقاييس يقيسون نسب البطالة، هل زادت؟ هل في الذكور زادت؟ في الإناث زادت؟ شنو التخصصات اللي مو قاعد تحصل فرص حقيقية في العمل؟ شنو التخصصات في يعني إدارات تنظيمية تراقب أسواق العمل، تراقب عدد الخريجين، تراقب كذا، تنظم العملية. تفضلت الزميل العزيز أستاذة منى، كل هالكلام أنا أتفق وياه. غياب الخطط والتوعية سواء في المرحلة الثانوية حتى في المرحلة الجامعية. أنت اليوم تي تشوف أن قضية البطالة قضية خطرة في أي مجتمع. مش شوف بس أنا بين قوسين ما بيطلع بالجانب السياسي، بس طالع هذا ما يسمى بالربيع العربي. أول ما بدأ بشنو؟ يوم الشاب اللي حرق نفسه في تونس، حرق نفسه كان يعيش البطالة. اللي بيوصل لنا البطالة عملية خطرة. صح. البطالة لها جوانب اجتماعية، البطالة لها جوانب اقتصادية، البطالة لها جوانب نفسية، ازدياد عدد المخدرات، ازدياد القضايا يعني القضايا المجتمعية، أمور كثيرة. صحيح. كثير الآن، مو هذا، البطالة عملية خطرة، الدولة لازم تراقب عملية البطالة. أنا منو عندي بالدولة يراقب عملية البطالة؟ عندي جهاز واحد ومو فري أكتف، الإدارة العامة المركزية للإحصاء، هذول شغلتهم. آخر تقرير أو التقارير الموجودة أن نسب البطالة زادت عندنا رسميا، هذا هم تقاريرهم. زين، زادت. زين، نسب طبعا نسب الإناث تدبلت،
يعني واحد آخر تقرير 81 وشيك 81.9 يعني 81.9 نسبة الزيادة في البطالة في الإناث وعندك في الذكور. الآن أنا كدولة شنو سويت؟ من الجهات اللي تقيم عملية البطالة وإيجاد فرص حقيقية للعمل سوق العمل؟ صحيح. ديوان الخدمة المدنية واحد، وزارة التعليم العالي كونها عندها آلاف الطلبة يدرسون برا وهي مسؤولة، وتعرف عدد الخريجين قاعد يخرجون من أمريكا سنة، من بريطانيا سنة، الجهات اللي قاعد نبعث لهم الطلبة، مجلس الجامعات الخاصة كونهم مشرفين على الجامعات الخاصة، وتبقى الجهات الرسمية بالكويت هيئة العامة تعليم تطبيقي وجامعة الكويت الجهات حكومة. هذول هالجهات هذه هل هناك تنظيم بينهم؟ هل هناك تنسيق بينهم؟ هل هناك تكاملية في هذا العمل؟ رؤية مستقبلية في عملية التوظيف؟ تعالوا هالسنة خطة البعثات في التعليم العالي في مجلس الجامعات أركز على تخصصات مهمة للمستقبل. تعالوا يا سوق القطاع الخاص، مو عندك كل يوم تسمع تصريح وزير المالية نريد أن نزيد عدد الفرص العمل في القطاع الخاص للشباب الكويتي. حلو، كلام سهل، فعل صعب. تعالوا القطاع الخاص قعدتوا وياهم، غرفة التجارة جهات الثانية، شنو احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص؟ شنو التخصصات؟ شنو المهارات السكيلز اللي يبحثون؟ مو يبحثون بس عن شهادة، يبون مهارات صحيح. هذه المهارات وفرتها انت عشان هذا على طول يروح سوق العمل. بعدين انا كنت يعني ما يخاف خليت طول شوي، بس هي نقطه مهمه. ذاك يوم شفت مقابله انتم سويتوها في الراي قبل فتره مع مجموعه من الشباب صحيح. وفي جهه ثانيه كل الناس قاعد يقول والله انا افضل العمل الحكومي صحيح. ليش؟ خصوصا واحده قالت طالبه انا شفتها باليوتيوب، قالت انا لو اقعد طول عمري بدون عمل بس لما الحكومه تعطيني فرصه انا مستعد. ينطرون صح، ينطرون. هذه مشكله نفسيه يجب ان تعيدها. لا، الدوله ما تستطيع. عندنا شيء يسمونه البطاله المقنعه، انا عين بس ماكو عمل. ما فهمك صحيح اكيد. يعني البطاله قضيه خطره، واتوقع ان نفس الجزئيه انها وقاعد تزيد صحيح، وعدم تنسيق بين الجهات اللي جهات الدوله كلها بدون وجود خطه حقيقيه للمستقبل. هني الخطوره، انت ما عندك خطه صحيح، مما وراح تزيد البطاله اكثر واكثر طول ما انه ما في خطه واضحه. يعني استاذ بشار، اليوم عندنا بطاله، البطاله بازدياد بالنسب اللي ذكرها الدكتور عبد الواحد، زين يعني هل راح نظل في ازدياد بعدد نسبة البطالة وفي تراجع بالمستوى التعليمي؟ لمتى واحنا في هذه البطالة؟ يعني هل معقول اليوم وزارة التربية المختصين أعضاء مجلس الأمة ما عندهم علم كافي بأن هذه المشاكل اللي ذكرتوها اليوم موجودة؟ ما قدمتوا حلول؟ ما حاولتوا توصلون حق الجهات المختصة؟ موضوع ما يخالف ربط موضوع يعني ربط موضوع البطالة مع التعليم على أساس أنه هو التعليم هو الناتج عن البطالة. يعني لا، هو موضوع البطالة هو له أسس، والتعليم ليس يعني كل الموضوع، التعليم جزء بسيط صحيح. من هذا الموضوع أنك أنت تأهل هذا الطالب على أساس يكون يعني أنا أتكلم عن البطالة نفسها قبل ما أتكلم عن التعليم فيما يتعلق بالبطالة. البطالة يعني أنت اليوم عندك جزئين مثل ما تفضل عرفها الدكتور عبد الواحد، أنت عندك واحد يعني أشخاص تبحث عن عمل ولا يوجد فرصة عمل لديهم، هذه بطالة. طب أنت عندك في المقابل الناس حصلت على العمل ولا يوجد لها عمل تعمل فعلا، يعني عمل فعلي، هو حاصل على وظيفة ولكن لا يوجد عمل. احنا الدولة الرعوية ان الدولة توظف اليوم اكثر من يعني الموظفين اللي موجودين في العاملين في الدولة اكثر من 95% موظفتهم اذا مو اكثر، يعني الدولة هي توظفهم. والاتجاه الباحثين عن العمل يتجهون إلى الوظائف الحكومية نظرا لسهولتها، ويعني لا يوجد الكثير منا في فعليا إن مطلوب منا عمل وكذا وثواب وعقاب وما إلى ذلك، فهم يسهلون على نفسهم ولا يتجهون إلى القطاع الخاص الذي يحتاج مثل ما تفضل الدكتور يحتاج إلى مهارات صحيح. إلى كفاءة. هني يدخل عامل الجانب التعليمي في الأمر. اليوم إذا كان أنا عندي خلينا أقارن يعني اثنين حاصلين على نفس الشهادة، ولكن نفس الشهادة يعني العلمية مثلا جامعين بكالوريوس مثلا. بكالوريوس مثلا هندسة مدنية مثلا بكالوريوس هندسة، إما هو إذا كان حاصل على هذه الشهادة مثلا من 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 مكان يعني
التعليم فيه متواضع جدا وعودلت شهادته وذهب للبحث عن العمل، فهو لن يذهب ويحاول أن يذهب إلى القطاع الخاص لأنه هو أساسا إمكانياته يعني لا يصل لا 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 يوجد لديه إمكانيات ليتأهله للعمل في القطاع الخاص والتنافس. فبالمقابل أنت من يذهب اليوم إلى القطاع الخاص حتى الكفاءات، المهندس المدني اللي يعني ولديه كفاءة وهذا يقولك أنا ليش أروح للأصعب، أروح للأسهل، الحكومة توظفني وسأحصل على وظيفة بالنهاية. المشكلة في الأمر وين؟ المشكلة في الأمر أن اثنين هم يوظفون في الحكومة وهذا كفاءة والآخر ليس بكفاءة واثنين هم نفس الشيء يعني المشكلة بنفس الشهادة لكن بنفس المهارات. ما أنا جايك على هالموضوع من العكس. إذا اليوم الدافع لدى هذا الشخص قبل أن يذهب يعني يحصل على الشهادة العلمية هذه هو مو عارف بالمجتمع وثقافة المجتمع وما يحدث في المجتمع، لا يعرف أن الثقافة اللي موجودة هي من صادها عش عياله، ما يعرف أن الموضوع فيه واسطات وإحنا إذا أنت عندك كفاءة ولا ما عندك كفاءة نعينك في مكان مرموق وما إلى ذلك. إذا العملية ليش بالأساس وين من أين يأتي بالدافع اللي هو أنه يأتيك متسلح صحيح. بعلم حقيقي نستطيع الاعتماد عليه صحيح. طالما الدولة راح توظفه بجميع الأحوال بل إذا ما راح عنده دافع حتى يروح مثلا جامعة معينة بمؤهلات مع أن ترى على فكرة الدولة صحيح. يعني الدولة الآن لديها بعثات إلى جامعات مميزة صحيح. وهذه تعطيه يعني بنفيتس أكثر يعني أكثر تعطيه معاش أكثر إذا راح درس في هذه الجامعات عشان يرجع وهو مؤهل عشان يرجع لديه بالضبط. لكن بالمقابل في شخص آخر راح يرجع بنفس من طيارة أخرى من بلد آخر وراح توظف بنفس وحالهم حال بعض بل أكثر من ذلك أن الشخص الذي لا 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 يوجد لديه فعلا كفاءة وإمكانيات ممكن هو يصير مسؤول وهو صحيح. يعني موضوع راح نتكلم يمكن نعم. تكلمت عنه بطريقه جميله باكثر من زاويه لكن راح نتطرق يمكن للحلول والجانب المشرق لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا يا الوقت نتكلم عن الجانب المشرق اكيد بالفقرتين اللي فاتوا وتكلمنا عن الجوانب اللي فعلا لازم تعرفونها من خلال ازمه التعليم والبطاله وموضوع والنتائج اللي قاعد تكون من خلال هذه البطاله. استاذه منى الحلول والجانب الايجابي وين يكون ان شاء الله معاك؟ تفضلي. إن شاء الله إحنا كنا يعني نكون دائما إيجابيين متفائلين بالخير. أول شيء أنا إذا بتكلم أنت تكلمت عن جزئيتين عن أزمة تعليمية وعن صحيح. البطالة. البطالة هي نتيجة من إذا نتائج أزمة التعليم. أزمة تعليمية. التعليم منظومة متكاملة. لما أبي أحل أو بحط أسس لحل الأزمة لازم أخذ عناصر المنظومة كلها وأضع خطة استراتيجية تدر يعني تلم كل العناصر هذه. خلني أضرب لك مثال. الحين لما حطوا خطة تطوير التعليم والإطار المرجعي لتطوير التعليم والبرنامج المتكامل لتطوير التعليم اللي خذ صفة الاستعجال لأنه يتطور من التعليم من 2013 إلى 2019 وعلى مراحل، لأن قريت أنا البرنامج بالتفصيل على مراحل وعلى كذا جزئية طيب. ومنهم جزئيات الاختبارات التحصيلية وغير المناهج. خلني أقول لك أنا لما أي أول شيء بغير بالتعليم بروح أغير منهج زين. إحنا المنهج الكفايات خلي هذا اللي هو حديث الساعة اللي الحين الناس تعاني منه صحيح. منهج الكفايات كان في فترة من فترات في منهج الأهداف طبق بطريقة ثانية اللي هو بالمرحلة الابتدائية. كانت المرحلة الابتدائية نجاح تلقائي بدون رسوب من الصف الأول والثاني والثالث والرابع. كان بعدين تغير صار رابع كان امتحانات. ترى النجاح بدون رسوب شنو معناته؟ مهارات وكفايات تحرص عليها المعلمة أن تعطيها الطالب، ولما تتأكد أنه هو اتقن هذه المهارات تقيم المهارة وتنقلها إلى الصف الذي يلي. صحيح. الحين منهج الكفاية شنو؟ منهج أسلوب التعامل التعلم الذاتي للطالب وإن تعطيه يعني فرصة أنه يتعلم ذاتيا صحيح. وأسلوب التعليم بطريقة وتعطيه بدال حصة حصتين ثلاث في الكفاية الوحدة اللي هي المهارة حتى تتأكد منه أنه هو اتقنها وراح صحيح. زين إحنا كنا مطبقين أول وفشل ليش؟ شو السبب؟ لأن المعلمات
ما كان لا في عدد من المشاكل والأسباب من ضمنها المعلم. المعلم ترى هو العمود الأساسي في نجاح التعليم في أي مكان. شوف النظام التعليمي الناجح في العالم كله، فنلندا، سنغافورة، كامل الدكاترة أساسا المعلم هو الأصل في النجاح. إذا أحد الحلول عشان الوقت السالم أن نتعليم المعلمين وأرجع وأقول في أنظمة تدريسية، وعلشان البطالة أرجعوا إلى تنويع التعليم وللتوجيه الشباب للتخصصات المطلوبة، وعلى الدولة أنها تضع التخصصات المطلوبة صحيح في يعني أمام الطلبة قبل التخرج قبل اختيار التخصص الجامعي عشان يعرفون وين رايحين بعد ما يتخرجون. كل الشكر أستاذ منى لهذا الحل. وبالنسبة لك دكتور عبد الواحد، طبعا لا يمكن خلال دقائق أن تستعرض حلول، الحلول كثيرة يعني أنا أعتقد الآن أمام وزير التربية الدكتور حامد العاسمي، وأنا شخصيا أعرف الدكتور حامد رجل متمكن، أستاذ دكتور في جامعة الكويت هندسة الكمبيوتر، عنده رؤية عنده خطة. أنا أعتقد الدكتور حامد الآن في أمام الواقع التربوي والتعليمي السيء في الكويت، وهو صار له سنوات كان وكيل وزارة التعليم العالي. أعتقد أمام السيد الوزير الحين فرصة أن يعيد هيكلة التعليم، بمعنى أن يعيد النظر في كثير من ملفات التعليم. أنا قلت لك أهم شيء أن يرجع يعيد النظر في المناصب التربوية. أنت كوزير كوكيل مساعد وتدري تحت المدراء المناطق التعليمية والقيادين هم الأساس. صحيح المعلم لا شك ولا ريب كلام الأستاذ 100%، المعلم هو محور العملية التعليم، لكن هذا المعلم يحتاج إلى تأهيل، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى إعادة نظر فلسفة التعليم. إحنا حتى الآن بالكويت ما عندنا فلسفة للتعليم. هل تعليمنا قائم على فلسفة اقتصادية؟ تعليمنا قائم؟ هل عندنا قضية منظومة القيم اللي نزرعها وبعدين تأتي وراء القيم المهارات اللي نحتاجها؟ الآن التكنولوجيا قاعد تغير وايد أشياء. صحيح. النظم التعليمية كلها قاعد تتغير. صح. التعليم صار في الأونلاين، كثير من البرامج التدريبية موجودة. النظام التعليمي لم يعد كالسابق. صحيح. الآن نحتاج إلى نفضة في وزارة التربية، نحتاج إلى نفضة في التعليم العالي. يجب أن نرى إلى سوق العمل، يجب أن تكون أدوات تكاملية. مجلس الجامعات ما يصير الخاصة يشتغل بروحه، وزارة التعليم العالي مو هذول كل واحد كنتون يشتغل لوحده، لازم يصير عملية تكاملية، لازم يصير وعي، لازم يصير إعادة خطة البعثات حتى الخارجية. يعني ما يصير أنا من سنة 70 وأنا أدرس بعثات هندسة مدنية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدرسة، واليوم أنا عندي آلاف المهندسين طافحين ما عندهم مجالات العمل، أكو تخصصات ثانية. اكو ندرة بتخصص. احنا شنو مشكلتنا في وزارة التربية؟ مثلا على سبيل المثال تعال تخصص رياضيات، لغة عربية، هاي تخصصات، لغة انجليزية، اكو تخصصات نادرة وسموها تخصصات نادرة وفيها مكافأة، بس ما فيها عملية توعية للطلبة. تعالوا انت يا طالبة جايبة النصف 90 بالعلمي وتبين تدرسين، ليش تروحين رياضة اطفال مثل ما قالت تعلمونها وهي تخصص مكافأة؟ ليش تروحين تخصص تصميم داخلي؟ ما هذا تخصص رياضيات علوم، خصوص رياضيات ما عندنا، في قلة. إذا يعني نقول هذه الحلول يعني هذا. أما قضية البطالة هذه قضية يعني صراحة أيضا خطرة، والأعداد قاعد تزايد. صحيح. الآن مطلوب من الحكومة وديوان الخدمة المدني، ديوان إحنا مشكلتنا بديوان الخدمة المدني، مشكلتنا بديوان الخدمة، وراح نتكلم يمكن بحلقات ثانية عن يمكن مشكلة ديوان الخدمة والأمور هذه كلها. لكن الحلول في مثل ما ذكرت هو الهيكل الإداري في الوزارة، لأن حقيقة أصحاب خلينا نقول أصحاب التخصص يكونوا موجودين في هذه الوزارة. أستاذ بشار، والحل عندك شنو راح يكون؟ أنا بالنسبة لموضوع التعليم والبطالة أجاوبك بشقين. أول شيء التعليم، نحن بحاجة إلى خطة طوارئ، وأنا هذه أنقلها نقلا عن الدكتور محمد الفارس الله يذكره بالخير، وزير السابق وزير التربية العالي الفارس، قعدنا معاه وقال لنا إن نحن بحاجة إلى خطة طوارئ للتعليم، وفعلا نحن بحاجة إلى خطة طوارئ وإعادة حساباتنا، ويجب أن نضع استراتيجيات و
بعيدة المدى لا تتغير بتغير الوزراء. طبعا احنا يعني لدينا ايضا مشكلة في تغير الوزراء. صحيح. واذا كان يعني وزير يغير لا يغير بشكل جذري، وهذا صحيح. يعني يجب ان يكون في استقرار في عملية التعليم. احنا بقول لك بس بكل بساطه، ما نبي نخترع الويل مره ثانيه يعني، او احنا نبي العجله ما نبي كل مره نخترعها من اول جديد. في السابق كانت الامارات تاخذ من الكويت مناهجها في السبعينات، اليوم قطر والامارات من اوائل الدول العربيه في التعليم وحسب التقييمات العالميه. اذا احنا اليوم نبي نروح نشوف، لان يعني ما احنا بعيدين ثقافيا وعاداتنا وتقاليدنا عن هذه الدول، جيراننا، نروح لهم نشوف شنو اللي هم وصلوا له ونحاول ناخذ شيء ناجح صحيح. موجود ونطلع. واهم شيء يكون في عمليه استمراريه فيها مع تغير المسؤولين يعني على هذا المستوى. هذا الجانب التعليمي، هذا جانب التعليمي وجانب البطاله. عشان الوقت جانب البطاله يجب انت اليوم عندك مثل ما تفضل الدكتور ان يشوف احتياجات سوق العمل وتبدا انت طبعا تسوي فيها يعني تبتعث طلب اللي محتاجهم انت على حسب احتياج السوق، حسب احتياجات سوق العمل اللي انت محتاجه. اذا انت اليوم عندك خلل في مثلا في بعض التخصصات في كليه التربيه الاساسيه، ما هم بحاجه لها مدرسين مثلا مدرسين لغات اذا ماني غلطان فرنسي او هذا، ما هم بحاجه لهم، لا فرنسي يعني ما هم بحاجه لهذا التخصص، ومع ذلك يظلون يخرجون هذا التخصص. فاذا انت اليوم يجب ان تعيد حساباتك حتى البعثات الداخليه التي لديك هنا في الكويت تكون على حسب خلينا نقول حسب احتياجات سوق العمل. يعني انت تتفق مع الدكتور عبد الواحد والاستاذه منى ان اليوم لازم تكون في خطه كامله متكامله من الجانب التعليمي الى توجيه الطلبه بالشكل المناسب على التخصصات اللي يحتاجها سوق العمل، وعلى ذلك يتم ارسالهم للبعثات الخارجيه وتعطيهم يعني تعطيهم يعني زياده بالراتب او مكافآت دراسيه تشجعهم اكثر وتغراءات يعني اكثر يعني الوقت ادركنا. انا جدا استمتعت معاكم، كل شكر استاذه منى اللغاني، الدكتور عبد الواحد خلفان، واستاذ بشار عثمان على تواجدكم. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة ونتناقش بهذا الموضوع بزاوية أخرى. كل شكر على تواجدكم مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. مع السلامة.